تقدم خرائط جوجل مهمة فريدة تشمل توثيق كل ركن من أركان كوكب الأرض، لكن يوجد هناك أماكن سرية لا يمكنك مراقبتها من خلال جوجل مابس. جزيرة مورورا، بونانزيا، فرنسا. مورورا جزيرة مرجانية صغيرة في جنوب المحيط الهادئ، ليس معروفا سبب إخفاء معظم أنحاء الجزيرة، لكن البعض يرجع السبب إلى تاريخها النووي. أجرت فرنسا تجارب نووية هامة على تلك الجزيرة بين الأعوام 1966 و1996، وقد وصل عدد تلك التجارب التي أدتها في هذه الفترة إلى 181 تجربة. منزل رقم 2207 بحي سيمور بولاية أوهايو. هذا المنزل محجوب على الخريطة، هو محل وقوع جريمة الاختطاف التي ارتكبها أرييل كاسترو بين العامين 2002 و2004 في كليفلاند بولاية أوهايو. قام كاسترو باختطاف 3 شابات وحبسهن في منزله وأبقاهن حبيسات حتى مايو 2013. استطاعت إحدى الشابات الهرب في نهاية المطاف وأبلغت الشرطة، وحكم على كاسترو بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1000 سنة أخرى، لكنه شنق نفسه بعد مرور شهر واحد من اعتقاله. منزل في ستوكتون، أونتيز. ليس معروفا بالضبط سبب حجب ذلك المنزل الواقع في شارع برينسبورت في مدينة ستوكتون أونتيز المتواضعة، حتى جين أليسون التي تقيم فيه لا تعرف السبب. تقول: أقطنوا هذا المنزل منذ عام 2000، لكن لا أملك أدنى فكرة لماذا لا يمكن رؤيته على الخريطة. قاعدة قوات جوية تايوانية. هذه القاعدة الجوية التايوانية غريبة لأنها في الواقع ليست محجوبة عن خرائط جوجل، إلا أنك إذا قمت بتقريب الصور للغاية سيتم نقلك بعيدا عن القاعدة. ليس هذا مستغربا، إذ عادة ما يتم إخفاء المنشآت العسكرية في خرائط جوجل. جزيرة جانيت في روسيا. جزيرة جانيت هي جزيرة صغيرة تقع في بحر سيبيريا الشرقي، ويبلغ طول سواحلها 1.2 ميل فقط، وهي مغطاة بالثلوج في معظمها، وبها قمة في منتصفها يصل الارتفاع إلى 1152 قدم. أيضا ليس من الواضح سبب التشويش على تلك الجزيرة، إلا أن هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة. قاعدة عسكرية يونانية. صورة تلك القاعدة العسكرية غير واضحة بالمرة، لم يعرف بعد السبب في ذلك، لكن عادة ما يرجع هذا النوع من التشويش لاعتبارات خاصة بالأمن القومي. منشأة نووية فرنسية. موقع منشأة أريفا لاهاج لإعادة معالجة الوقود النووي في فرنسا مشوش بشدة، وافتتحت المنشأة عام 1976، وهي تعالج الوقود النووي المستخدم في عدد من الدول في أنحاء العالم، إلى أن هذه القاعدة قد تعرضت للعديد من الانتقادات. فمنذ عام 1997 ومؤسسة السلام الأخضر تنظم حملات من أجل إغلاقها بعد انتشار مزاعم تفيد بأنها تتخلص من 1 مليون لتر من النفايات الإشعاعية السائلة يوميا في المحيط. قاعدة قوات خاصة بولندية. قاعدة دوودستو البولندية، والتي تعتبر مركزا لقيادة القوات الخاصة. كانت قاعدة دوودستو مسؤولة عن الإشراف على القوات الخاصة البولندية وتدريبها، على الرغم من أن هناك منظمة أخرى تتولى هذا الموضوع حاليا، لكن مقرها لا يزال مشوشا على خرائط جوجل. منطقة باسيو دي لوس نارانخوس في إسبانيا. باسيو دي لوس نارانخوس أو فناء أشجار البرتقال الواقعة في مدينة ألميريا الإسبانية، من غير الواضح سبب حجب تلك المنطقة عن خرائط جوجل، لكن ربما يكون السبب هو المنشآت الحكومية المجاورة لها. جزيرة ساندي، الجزيرة الوهمية. تعرف هذه الجزيرة باسم الجزيرة الوهمية لما يزيد على القرن. كانت الجزيرة مرسومة في الخرائط بجوار كاليدونيا الجديدة، منطقة تابعة لفرنسا، وكانت موجودة في كثير من الخرائط والخرائط الملاحية،
كان أول من اكتشفه هو القبطان جيمس كوك في سبتمبر 1774، لكن في النهاية اختفت مجددا عام 1979. ظلت الجزيرة ظاهرة على خرائط جوجل حتى نوفمبر 2012 عندما أكد علماء من أستراليا اختفائها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.